اعمله كده كده اهو. لا لا بجد مش قادر اوقف، والله مش قادر اوقف. طعم جامد قوي قوي قوي، نار نار. طبق العدس ده تحفه من الاخر، طعم وريحه وشكل حاجه كده جامده جدا. هقول لكم على كل تكات واسرار التوابل الهنديه البسيطه بتكات شيف عمرو، حاجه بسيطه جدا بمكون سري هقول لكم عليه دلوقتي. ونجيب العدس بتاعنا، انا حاطط ميكس بين العدس الاصفر والبرتقاني، ونغسله كويس ونحطه في ميه سخنه لمده نص ساعه، وننزل بشويه الزيت بتوعنا مع معلقه السمنه البلدي كده ومعاهم البصله، ونقلب فيها لغايه قبل ما تدبل، مع معلقه الثوم مع شويه الجنزبيل ونقلب فيهم، وننزل بقى بشويه الفلفل الحراق مع الفلفل الرومي كده ونقلب فيهم، وقبل ما يتبلوا برده ننزل بالطماطم بتاعتنا ونقلب كل المكونات دي مع بعض، وننزل بالتوابل بقى، بابريكا، فلفل اسود، شويه كزبره خضراء، مع سر بقى حلبه، معلقه حلبه صغيره كده، وقلب فيهم بقى تقليبه حلوه. وقبل ما كل ده مكونات تروح مع بعض، ننزل بقى بايه، بالكركم، شويه كركم كده، مكعب مرق الدجاج كده، اوعى تنسوه، نقلبها تقليبه حلوه كده. وبعد كده قبل ما تتسبك ننزل بالملح بتاعنا المظبوط، وبعد كده قرن فلفل اخضر كده يكون جامد، انا ما لقيتش الاحمر صراحه للاسف. وبعدين ننزل بايه، بالعدس بتاعنا. انا بحب القوام بتاع العدس الاصفر، وبحب الطعم الجامد اللي هو العدس البرتقاني اللي هو بتاعنا المعروف، وبنقلبها تقليبه كده مع بعض لغايه اما كل حاجه تاخد من بعض. وبعد كده ننزل بالميه بتاعتنا، الميه حسب الرغبه يعني، بس انا عشان نقعه فمش هياخد ميه كتير، ونسيبه كده يغلي لمده ساعه الا ربع كده لغايه اما كل حاجه تتاكد اللي هي استوت على نار هاديه. وننزل بقى بايه، بالطشه بتاعي، شويه كمون حب مع شويه توم مع شويه فلفل اخضر حراق، ونضربهم مع بعض في التوم، وننزل معاهم مع زبده مع زيت زي ما انتم شايفين كده، وايه، وندحرجهم كده دحرجه حلوه، وهوبا ننزل على ايه، على وش العدس بعد ما استوى زي ما انتم شايفين. اوعى 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 الجمال، شايفين منظر جامد من الاخر. عايز اقول لكم الطعم والله حاجه كده حكايه، بنقلبه تقليبتين وبالف هنا وشفا. في خطوه انا نسيت اقول لكم عليها، بتجيبوا في حمايه كده بتولعوها وتحط عليها شويه زيت كده خفاف، وبعد كده بتغطوا الحله بعد ما بيكون خلاص حطيتوا الطشه، وبعد كده تقلبوها بعد 10 دقايق بعد ما يكون البخار دخل في كل حته في العدس، وتحط شويه كزبره خضراء من فوق. وادعوا لي بقى بالف هنا وشفا عليكم. انا عارف ان الحلبه ناس كتير مش بتحبها، بس معلقه صغيره جدا ممسوحه بيكون طعم خفيف جدا. على السلامه.